السنة دي عمل دورين مختلفين تماما، دور كوميدي انت المفروض ان يبقى ادائك فيه متكلف، يعني هو ده الصناعة او الشكل اللي انت مطلوب فيه. الدور التاني دور شرير، دور سوداوي، يعني دورين مختلفين تماما عن بعض. والله هو انا مبدئيا من الموسم السنة دي من اجمل المواسم اللي عدت عليا في المهنة، لأني مستريح نفسيا في اختياراتي جدا، وعامل حاجتين ما لهمش أي علاقة ببعض وبعاد جدا عن بعض، وتحدي بالنسبة لي إن أنا أعرف أجمع بين التركيبتين دول. شيء مرهق طبعا جدا إن الواحد يبقى بيخرج من تركيبة شبه كده يروح يعمل تركيبة مالهاش أي علاقة بيها. كنت يعني إيه، تقلع الطربوش والبدلة وتروح طربوش وبدلة والشنب ده طبعا ملزوق، لا أهم حاجة شنب. الشر اللي انت لابسه يعني شر سايكوباتي، مش شر كده. بالظبط، لحد ما فقد بقى الذاكرة وبقى على فطرته اللي ربنا خلقها. فانت كنت بقولك كل الشر ده بتقلعه وتروح بقى ايه للطيبه واللطافه وسمسم اكرم حسني كان اسمه ايه؟ كان ابو ابو سمسم وابو وشاهي وزهير زهزه. هيصتوا انتوا، حذرتوا كتير. الناس دي جميله جدا قوي جدا قوي. وكمان والموضوع ما بينفصلش، يعني هما في الحياه كده، احمد امين واكرم طول الوقت بيضحكوا وبيهرجوا طول الوقت ومبتسمين ويهلكوا من الضحك طول الوقت طبعا. اقعد يا سمسم، اقعد ريح رجليك، انت اكيد تعبان من الخدمه في الشركه ليل نهار. لا ما هو بص، انا ايقاعي مش هيستحمل اللي حضرتك بتعمله ده، عندنا بسكوت لازم نلمه لان الاطفال بتزعل منه. تشرب ايه يا سمسم؟ هو في حد غيرنا في الشركه؟ لا مالك قلقت كده ليه؟ لا بالعكس، ده انا مستني اللحظه دي من زمان. طب الم البندق من على الغسيل قال لا يكمكم، فعن اذنك. اقعد يا سمسم. يكمكم ايه يا راجل؟ بيخزز كده، بيعمل ريحه وحشه. عارف يا سمسم، عارف ايه اكبر مشكله بتواجهنا في حياتنا؟ انا دي عارفها بقى، فهتكل على الله. ميرسي. اننا دايما بنقع في الاشخاص الغلط. واحد زي ابو مثلا، ربنا كرمه بواحد زيك، مجتهد، ذكي، شاطر، رشيق وسمسم. انما انا ربنا ابتلاني بزهير، غبي، متكاسل، متقاعس. ومش سمسم. مش بقولك انت ذكي، لا انا كملت الجمله عادي يعني. سمسم تاخد كام وتشتغل معايا؟ ايوه انا برشيك، تعرف تعد لحد كام؟ تعرف تعد لحد كام؟ ده انت قديم قوي يا مرتضى بيه، ده انت من ايام كابينة المينا تل. مينا تل. وبره كان فانيليا. طب وحضرتك ما انت في مجلس الاداره وانا شغال في الشركه، يعني انا شغال معاك يعني. لا ما هو انا عايز ابقى رئيس مجلس الاداره والشركه دي تبقى بتاعتي، وده مش هيحصل غير بمساعدتك، انك تقف جنبي وتسيب اللي عمره موقف جنبك. لا انا ما اسمحلكش تقول على ابو نص كلمه، انا ابن بلد يا مرتضى بيه وبفهم في الاصول. سمسم انت مش ابن بلد، انت ابن دادا، وساعدت ابو في تنفيذ الوصيه بس عشان المليون جنيه. شوف يا مرتضى بيه، ايوه انا مش عشان سمسم يبقى هتشوفني رشه بربع جنيه فوق رغيف كايزر في فرن فرنجي. انا مش شويه فتافيت في علبة حلاوة المولد اللي فوق التلاجة بقالها 6 شهور. أنا مش للبيع يا مرتضى بيه، لا. وكون في علمك السمسم لما بيتعصر بيبقى طحينة. وإيه الخطورة في كده؟ مش عارف يعني، لو اتثبت في الحر وحمضتها هتزعلك.